إن نظرت لخريطة العالم لن تجد صعوبة بمعرفة أن روسيا أكبر بلد في العالم، فمساحتها أكثر من 17 مليون متر مربع، وهي ضعف مساحة كندا ثاني أكبر دولة في العالم. تضم الدولة أكثر من 11 منطقة زمنية، وتطل على 3 محيطات و13 بحراً، ويتكلم سكانها 100 لغة. فلماذا روسيا كبيرة جداً؟ وهل يفيدها ذلك أم يضرها؟ قبل ما يقرب 1000 عام لم تكن روسيا كبيرة أبداً، فكانت تجمعاً سكانياً من الشعوب السلافية في دولة تعرف باسم كييف روس في أقصى غرب روسيا وأوكرانيا. وتميزت تلك الأرض بأنها بلا جبال أو مسطحات مائية كبيرة، ما يعني سهولة استيطانها وزراعتها، لكن في الوقت ذاته سهولة غزوها. وهذا ما حصل حين غزا المغول المنطقة في القرن 13. استعبد المغول سكان روسيا وعاملوهم أسوأ معاملة، منهين الازدهار الذي عاشوا فيه. بقي الحال كذلك إلى أن قررت مدينة تسمى موسكوفي أو موسكو الوقوف في وجه المغول، وبدأوا بتوجيه ضرباتهم للغزاة إلى أن طردوهم، وتحررت الشعوب السلافية من الاحتلال. أهم ما تعلمه الروس من محنتهم ألا يسمحوا لأحد باحتلالهم مجدداً. لكن كيف يمكن ضمان ذلك؟ كان الحل بتوسيع دولتهم إلى أن تصل لموانع طبيعية كالجبال والمسطحات المائية الكبيرة، فبتلك الطريقة ستشكل الطبيعة سداً يحميهم من الغزوات الخارجية. وبدأوا بغزو الأراضي التي جاء منها المغول. مع الزمن لم يعد التوسع الروسي لمجرد الحماية بالموانع الطبيعية، بل للبحث عن الموارد، خصوصاً مع وصولهم لسيبيريا التي تزخر بها. استمر الروس بالتقدم حتى وصلوا المحيط الهادئ في أقصى شرق العالم بعيداً جداً عن موسكو. وحتى بعد وصولهم للمحيط لم يتوقفوا وغزوا ألاسكا في أمريكا الشمالية. ورغم تقلص مساحتها بعد بيع ألاسكا وانهيار الاتحاد السوفيتي، بقيت روسيا أكبر دولة في العالم. لكن السؤال، هل يعتبر حجمها الكبير ميزة أم مشكلة؟ لطالما استفادت روسيا من اتساع أراضيها، فوفرت لها الحماية خلال غزو نابليون والغزو الألماني في الحرب العالمية الثانية، هذا بالإضافة لمواردها الضخمة. بالرغم من ذلك، قد تشكل أراضيها الشاسعة عبئاً عليها، فأغلبها متجمدة لا تصلح للحياة، كما أنها تفتقر للبنية التحتية لأن تكاليف بنائها باهظة جداً، بالإضافة لعدم المساواة بين سكان روسيا خصوصاً في المناطق البعيدة. أما الأخطر هو أن الأراضي الروسية محاطة بالكثير من الجيران الأقوياء كأمريكا والصين واليابان وأوروبا، وتحتاج روسيا لاستثمار الكثير لتضمن أمنها، وقد يأتي ذلك على حساب التنمية ورفاه مواطنيها. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا كي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.